زامبيا. تكتل كبير للاعبي المنتخب الياباني ومنع اللاعبين الصربيين من التسديد. جول جول اول زامبي. المباغثه كانت حاضره عن طريق اللاعب كاتونكو كريستوفر يستغل افوه دفاعيه وايضا سوء تقدير من جانب الحارس ناشيكاوا مسجلا الهدف الاول. اول هجمه اول مبادره من جانب المنتخب الزامبي تاتي بالافضليه للاعاده مره اخرى لكره عرضيه سوء التغطية والتموضع وخروج الموفق لناشيكاوا. يقول له هنا كريستوفر كاتونكو خوض عندك في الشباك 1-0. زامبيا تتقدم في هذه المباراة. زامبيا تصنع الأفضلية بأفوة دفاعية يابانية استغل على نحو أفضل اللاعب إيمانويل كريستوفر كاتونغو. إذن تواجد 4-5 لاعبين في منطقة الجزاء. مميزة مميزة. جول جول الثاني للمنتخب الزامبي عن طريق ناتان سينكالا. فعلا فعلا ركنية تدرس ركنية تدرس. تركيز ذكاء دهاء مهارة كل شيء كان حاضر في اللقطة الماضية. ركنية مخدومة ركنية فعلا تدرس تدرس. هذه الأمور يشتغل عليها كثير ألبرتو ساكيروني في الحصص التدريبية وهذه صعبة صعبة. يا نيشيكاوا هدفان مقابل شاشات التسديدة كانت مقوصة بداخل القدم لم تكن قوية ولكن كانت في الزاوية البعيدة لمرمى نيشيكاوا. هدفان مقابل شيء للمنتخب الصامبي. هذا هو سينكارا مسجل الهدف. رائع رائع جدا هدف سينكارا. ذلك الموعد العالمي الكبير بينما دي كرة يابانية وممتازة. اوكاساكي كاكاوا والحكم هنا ماذا يقول؟ إشارة إشارة هنا لخطأ موجود في منطقة الجزاء وبالتالي بينالتي ضربة جزاء لفائدة المنتخب الياباني. هذه العملية مرة أخرى للمسة اليد الواضحة فعلا للاعب إيمانويل مبولا. هوندا والتقليص هوندا والهدف. نعم وهدف تقليص الفريق. إذن اليابان بعد طول الانتظار وقبل دقائق من نهاية هذا الشوط يتمكن من تقليص الفارق عن طريق لاعب وسط الميدان كيسوكي هوندا من نقطة الجزاء. لمسة اليد كانت واضحة من إيمانويل مبولا. هذه العادة مرة أخرى دور كبير قام به كاغاوا. لمسة اليد واضحة لمسة اليد واضحة. ضربة جزاء ترجمة هوندا لهدف الحارس في جهة والكرة في الجهة الأخرى. إذا تتغير نتيجة مسلسل أهداف متواصل واليابان تحاول العودة. سجلت الهدف الأول. وا سنتر ديريكتومون دون لي بوت et l'égalisation du Japon. Et bien dites-moi c'est poussif. Belle qualité de centre en tout cas de la part de Kagawa. On l'a peu vu, il a été très discret. Finalement il marque ce but et permet au Japon de revenir à deux partout. Ça peut paraître cruel pour la Zambie mais le Japon et de retour. Allez, centre trouvé, belle zone. Yaokuba hein, qui vient faire semblant de toucher ce ballon. Il ne peut pas faire grand chose là. Nsabata battu dès le départ de ce centre tir. Et donc le premier but dans cette rencontre pour Kagawa. De partout pour le plus grand plaisir des fans du Japon. Et des changements. Et deux partout donc entre le Japon et la Zambie. Finissent mieux les Japonais là. Peut-être un élan retrouvé avec un joli geste. Oh le but de Honda. Coup sur coup les Japonais qui inversent complètement le sort et l'issue de cette rencontre. Honda qui vient profiter de la merveille de passe décisive de Morishiga et ça fait donc 3-2 maintenant pour les Japonais face à la Zambie. Et les deux stars qui frappent coup sur coup après Kagawa, c'est Honda. Et ralenti qui a du mal à partir mais quel travail fait par Masato Morishiga
Ouais, il élimine l'entrant là, Moussando. Et le tacle impeccable de Honda pour le doublé. Et bien voilà comment on peut changer le cours d'une rencontre. Sikara ou Kablo Christopher Katong, mais on sait comment il va revenir. Et دقائق الجولة الثانية بينما ذي كرة زامبية من الجهة اليسرى التسديد الهدف و التعادل يحضر في هذه الأثناء. هدف جميل 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 جدا للمنتخب الزامبي. هذه اللحظات فعلا يفعل الزامبيون قبل دقيقة من نهاية الوقت الرسمي. وحصرة كبيرة لشيكاوا على كرة كان بإمكانك أن تصدها زاكيروني. مباراة تسير نحو التعادل بثلاثة أهداف لمثل هذه العادة مرة أخرى. هذه كرة مرة أخرى التسديدة فعلا. أوه صعبة 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 على ليشيكاوا. أعتقد أنها لمست أحد المدافعين وغلطت ليشيكاوا. إليكم الإعادة من زاوية أخرى فعلا. لمست أحد اللاعبين قبل أن تغلط الحارس ليشيكاوا. إذن موسوندا لوبامبو يمنح التعادل في الوقت الحاسم في اللحظات الأخيرة من عمر هذه المباراة. ستة أهداف تابعناها في هذه المواجهة. الدقيقة 89 موسوندا يمنح التعادل. إذن أيما نلعب الوقت المحتسب بدل الضايع. مشاهدة الكرام هذه الكرة يابانيو. هدف 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 هدف. والرابع اليابان تاب إلى أن تحقق الفوز أن تخرج به الانتصار في هذه المباراة لتكون مرتاحة معنويا قبل لقاء الكوت ديفوار. إذن أوكوبو يمنح الهدف الرابع في الوقت بدل الضايع. هذه كرة في العمق. خطأ 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 فادي على مستوى التغطية. يستغل لاعب أوكوبو والكرة في الشباك الصعبية. ردت فعل اليابان لم تتأخر بكرة وحيدة. هذه اللمسة في العمق وأوكوبو مباشرة إلى الشباك. 4-3 من رجال الأهداف متواصل مشاهدينا الكرام.